نجد تصعيد واضح واتهامات من أجل تسقيط بعض الشخصيات أو القوائم، يعني تعاد حالة الصراع رغم أنها هي تعتبر الآن أخف من السنين السابقة في الانتخابات السابقة، لكن نجد أنه هناك تصعيد وتشكيك وتسقيط بشكل عام. يعني هناك اتجاه واضح، خاصة أن معلومات تفيد أن أموال دخلت من الخارج إلى كثيرين من أجل رسم اتجاه عام هو عدم الاهتمام بالانتخابات والابتعاد عن الانتخابات، وأنه هاي الكلمات اللي يقولوها حصلنا وشنو الفائدة وكلهم حرامية وإلى غيرها من الكلمات، من هذه الكلمات اللي تثار ويحاولون يزرعون مثل هذه المفاهيم. الخط العام، التوجيهات العامة، ضرورة المشاركة بالانتخابات، ضرورة المشاركة بالانتخابات، ولا نفسح مجال للآخرين الذين يريدون أن يؤثروا على سير الانتخابات بطريقة أخرى، لأنه الابتعاد عن الانتخابات راح يصعدون آخرين، وذول قد يكون لهم موقف معين أو دور معين. وهذه أيضا يعني الآن المراقب السياسي يجد بالتدريج أكو توجهات معينة لتغيير المعادلة، لكن إن شاء الله هذا يعني الشعب العراقي بدأ يعي هذه الأمور وسوف ينزل إلى الانتخابات ويختار الأصلح من الكفو من الأصلح اللي هو أيضا غير فاسد، حينئذ يختار. هذا مثل التكليف، لأن الإنسان يسأل بشكل عام.